دائما تكثر الإشاعات بخصوص الأدوية، أدوية زينة، أدوية مزينة، أدوية قاتلة، أدوية مقاتلة. يا جماعة الخير، أنا ودي أسأل المختص، هل فعلا أدوية الحموضة اللي تقلل الحموضة نحتاجها ولا ما نحتاجها؟ الأدوية هذه تتكاثر عليها الكلام في الآونة الأخيرة، والأدوية هذه جدا آمنة، صار لها سنوات طويلة تستخدم في علاج العديد من أمراض الجهاز الهضمي، وبكل أمانة هي من الأدوية الآمنة جدا في مجالنا. طيب احنا عرفنا إيجابياتها، وأنا اللي أعرف أن كل دولة سلبيات. صحيح. شنو سلبياتها؟ طبعا من السلبيات المتعارف عليها علميا استنادا على الأبحاث والتي نشرت في مجلات علمية موثقة، ممكن الدواء هذا يسبب لك نقص في فيتامين B12 وممكن يكون عندنا في نقص في المغنيسيوم، في المغنيسيوم امتصاص المغنيسيوم ممكن يسبب عندنا ليونة في 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 العظام أو هشاشة في العظام، وممكن يسبب في زيادة البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي. ولكن جميع الأنواع هذه أو جميع المضاعفات هذه تعتبر طفيفة وما هي شغلة خطرة على المريض لو نقارن فائدة الدواء في مضاره أو مضاعفاته. يا جماعة الخير، إذا الطبيب قال لك اخذ الدواء ما يمنع أنك تقرأ عنه، ولكن تأكد ما أعطاك إياه إلا لأن فوائده أفضل وأهم بكثير من سلبياته. فلا تسمعوا الإشاعات، التواصل الاجتماعي، وإذا عندك شك روح اسأل الطبيب. ليش؟ لأن صحتكم تهمه.